الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان ليس هو رأس الأمر في التعطيل، بل رأس الأمر في التعطيل شيخه الجعد بن درهم. لكن الجهم كان فصيحا بليغا نشيطا، فحرك هذه الدعوة، دعوة التعطيل، ونشرها وناظر عليها وجادل فيها، فنسب المذهب إليه، وإن كان المذهب في الأصل من الجعد بن درهم. وأول هذا المذهب الخبيث مبني على شيئين: إنكار المحبة وإنكار الكلام لله. قالوا الله لا يحب ولا يتكلم، لا يحب ولا يتكلم، وهذا هدم للدين كله. إذا كان لا يحب صار المؤمن والكافر عند الله سواء، إذا كان لا يتكلم صارت الشرائع والخلق سواء، يعني أن حكمه الكوني وحكمه الشرعي سواء، وهذا تعطيل واضح. وعلى هذا فنقول الجعد بن درهم زعم أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، قال هذا إنكار تأويل لا إنكار جحد، لأنه لو كان يريد إنكار الجحد لأعلن على نفسه بالكفر، إذ أن من أنكر حرفا واحدا من القرآن فهو كافر، لكنه أنكره إنكار إيش؟ تأويل. قال إن الله يتكلم وإن الله اتخذ إبراهيم خليلا، لكن ليس على المعنى الذي تريدون، اتخذه خليلا من الخلة بالكسر، وهي الاحتياج والفقر، وليست من الخلة التي هي المحبة أو أعلى أنواع المحبة. ولم يكلم موسى تكليما، بمعنى الكلام الذي يسمع، لكن كلمه أي جرحه بمخالب الحكمة. مش الكلام هذا، جرحه بمخالب الحكمة، لأن الكلمة في اللغة بمعنى الجرح، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكروم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فمعنى كلمة يعني جرح، وهذا على سبيل الاستعارة على كلامه الاستعارة، كأن الحكمة وحش لها أظفار، جرح الله بها من؟ موسى. ولا شك أن هذا كلام منكر عظيم، لكن من طبع على قلبه فإنه لا يرى باطل باطلا والعياذ بالله.